السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضرتك. في مشاكل الري الغزير، مشكلة الري الغزير باختصار شديد خالص له مشكلة، ومشكلة جامدة جدا جدا جدا. أنا النهاردة الري اللي عندي ده ري محترم تمام، لا فيه فطريات ولا فيه أشنة ولا فيه أي لون أخضر ولا طحالب ولا أي حاجة نامية نتيجة زيادة المية تمام. والنبات زي ما أنت شايف أهو، والنبات زي ما أنت شايف أهو، يعني أنا ما عنديش مشاكل في النبات نفسه، ما عنديش مية كتير، أهي مية العادية خالص تمام. دايرة الري عندي ممتازة جدا، والنبات مش باين عليه أي عطش ولا حاجة، وما شاء الله الأمور كويسة تمام. طيب الري الغزير فيه مشاكل، لو انا قعدت قد مية وعملت طبقة هنا تمام، الطبقة اللي هنا دي بتعمل ريم، الريم ده يا جماعة مش عارف بيسموه ايه في البلاد التانية، بس عندنا في مصر بنسميه ريم تمام. الريم يا جماعة لو في المنطقة دهيت بيعمل عزل ما بين الهواء الجوي وما بين الجذور تحت، فبيعمل على عملية عدم التهوية، أو التهوية بتكون سيئة بالنسبة للجذور. طب التهوية سيئة بالنسبة للجذور هي فيها مشكلة طبعا، الجدر كائن حي زيه زي أي حاجة بتنفس تمام. لو أنت حطيت مية فالمية بتحل محل الهواء اللي موجود في التربة، هتقول لي في هواء في التربة؟ آه طبعا في هواء في التربة طبعا تمام، في هواء في التربة أساسا، بين حبيبات التربة بيبقى فيه موجود هواء، بس بيختلف في التركيب بتاعه عن الهواء اللي احنا بنتنفسه، ولكن في هواء، في هواء الجذر بيتنفس من الهواء ده هواء. طب انا لما النهارده لما انا بحط ميه تمام وبزود ميه، فبتوصل لنقطه بسموها الساتوريشن بويت او نقطه التشبع تمام. نقطه التشبع دهيت عندها يعني مسام التربه كلها فيها ميه. طب لما احنا حطينا فيها ميه، لو انت عندك القله بتحط تملى فيها ميه، ايه اللي بيحصل؟ بتبقلل ليه؟ لان الميه بتحل محل الهواء، فبتطرد الهواء بره، الهواء هو طالع بيعمل عمليه البقلاله دي في مصر يعني تمام تمام. فانت لما تملى المسام بتاعت التربه دي ميه، فاصبحت بتطرد الهواء بره تمام، والميه بتحل محل الهواء. طب الميه لو حلت محل الهواء، انت تقدر تتنفس في الميه؟ قول لي تقدر تتنفس في الميه؟ مش هتقدر تتنفس في الميه. هكذا احنا الجدر نفسه ما يقدرش يتنفس في الميه، فالري الغزير مشكلته ان الميه هتحل محل الهواء اللي في بين مسام التربه، وبالتالي في صعوبه في ان الجدر يبدا يحصل له عملية اختناق او عدم تنفس صحيح، وبالتالي هيكون النمو بتاعه ضعيف جدا، ويكون مؤهل لكل المصايب اللي قلنا عليها من فطريات وبكتيريا ومشاكل في الاعفان بتاعة الجذور. في الاخر هتؤدي كل الفطريات ديت لان يحصل لك اعفان جذور، هتقدر تعالجها؟ اتحدى ان جه عفن جذور وتقدر تعالجه، ولو عالجته برضو النبات مش هيكون في الحالة الانتاجية الكويسة بتاعته، دي رقم واحد. رقم اتنين ان النبات نفسه التكلفة العلاج نفسها بتكون عالية جدا، وما سعر الشجرين واليونيفورم والمنقط والروزوليكس منكم ببعيد، كلكم عارفين اسعار الحاجات اللي هي ممكن تقضي بتكون شكلها ايه. بشكركم، وياريت ما تغرقوش، ويبقى في اعتدال في الري، وفي كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده القانون اللي هو هيخليك في الزرع زي الفل في صحتك انت حتى كبني آدم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، بس كلوا واشرب زي ما انت عايز، ولكن بلاش الاسراف، بلاش الكتر، كتر الميه هيعمل لك مشاكل، قله الميه هتعمل لك مشاكل، كتر التسميد هيعمل لك مشاكل، قله التسميد هيعمل لك مشاكل. اتمنى ان المعلومه تكون وصلت. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.